وسهلا بكم مشاهدينا الأعزاء الأوفياء أينما كنتم. طبيعة الحال غتكونوا تبعتوا مجموعة ديال القضايا والقصص والحالات الإنسانية اللي رافقكم فيها دائما الصحفي والزميل يوسف. اليوم حنايا في ضواحي مدينة سبعيون في إحدى القرى اللي تهي كتعرف واحد القصة اللي غادي تهز بزاف ديال القلوب الرحيمة. حنا في قلب بيت سي جمال. سي جمال عنده 42 سنة، يعني كان راجل بحالو بحال كاع الرجال، كان هو مصدر الرزق ديال العائلة ديالو، كان كيمشي كيخدم تيجي من الخدمة ديالو، صحته مزيانة. الحياة ديال سي جمال غتقلب رأسا على عقب من غيدخلو واحد المرض اللي غادي يهرس الصحة ديالو والعائلة ديالو. معنا الآن الزوجة ديال سي جمال اللي غتعاود لنا القصة ديالو وكيوقع له وشنو هي الحالة اللي كيعاني منها وهذا المرض اللي كيعاني منه سي جمال. السلام عليكم. نعم، عاودي لنا القصة. هادي 3 سنين باش بدات هاد الحالة. كان عادي يعني عادي كان خلاص هي تيتبع في الطبيب الخميس محمد الخميس. كان تيتبع زعما هي الدواء تيقول له عندك دقة القلب متزاقلين. وهاد العام هادي تزير في شهر واحد 3 شهور هكاك قبل رمضان. تزير ملي هزوه وداوه للطبيب قالوا له عندك الماء. كان تيحيدوا له الماء من الكرش. منين هذا بقات متبعه مع واحد الطبيب محمد الخميس، متبعه معاه راه شهرين حنا ناعسين في الطبيب. منين بقات متبعه معاه اخر لحظه قالت له ضروري خصك العمليه، غادي تمشي للمركب. صيفطاتو للمركب. منين مشاو للمركب حطوا الملف ديالو داك الشيء قالوا غادي هذا ديالو غادي تعطل، راه كاين اللي قبل منه حاطين هذا بقى ما وصلتهم النوبه. ومنين جاو هذا استشر واحد الطبيب اخر قال لهم يمكن له يدير العمليه مستعجله، خصو ما يجلسش هو هاد المده كامله يجلس ملي يديرها مستعجله. قال لهم خصهم 15 مليون. علاش ما بانتش هاد العمليه شحال هادي؟ يعني قلتي 3 سنين هو كيعاني، علاش ما بانتش هاد العمليه شحال؟ شنيت ما عمرهم ما قالوا له العمليه، كان تيداوي كان تيشرب الدواء، راه الدواء ديما كان تيشربو ما تيحطيهش كاع. منين هذا وشهرين قلت له حنا هو ناعس الطبيب. حتى الاخر هذا عاد قال لك ضروري نصيفطوه للمركب، قال لك خصو العمليه. من صيفطوه للمركب يعني الملف ديالو يتحط، راه ماشي قالوا له ماشي انت زعما راه كاين اللي قبل منك وباقي 3 سنين هادي. فاش كانت الضربات ديال القلب ديالو كيضربوا وكان عنده داك المشكل الاول، يعني كان كيتمشى عادي، كان كيمشي لخدمته ويجي، فوقاش غادي يجلس في الفراش؟ راه شي 3 شهور هادي ولا 4 شهور، قول 4 شهور هادي ما بقاش يخرج، ما بقى تيقدر، ما تيقدرش يتمشى دابا، ما تيقدرش ينوض، هي الكرسي دايرين له. انتوا ما توقعتوش غادي؟ اي ملي مشينا حنا قلنا زعما فاش الطبيب الخميس قلنا زعما غادي يتداوى غادي يخرج. ملي جا قال صيفطوه لنا الفات قال لك العمليه ضروري من العمليه يديروها. شحال الثمن ديال هذه العمليه؟ اللي هذا قال لك 15 مليون، وحنا 15 مليون راك عارفه الحال الماديه ما كايناش. نعم. كانت حالتك وكيف كان الشعور ديالك فاش سمعتي بلي 15 مليون سنتيم باش تقام العمليه، وخصوصا ان العمليه عاجله يعني خاصها دار في اقرب وقت؟ وي راه 15 مليون راه 15 مليون راه 1000 ملي تيقولها، اما باش تجمعي 15 مليون راه ما ايوا كيعرف الشعور ديال بنان فاش يسمع شي حاجه، راه الصحه ديال بنان عندك الوليدات وعندك هو اللي هز العائله كلها، هو اللي هذا كي غادي ديري. ايوا هادشي اللي عطى الله صالح. حنا اللي تنطلبوا من هذا يديروا له العمليه، ما كنطلبوا من زعما يعطيونا فلوس نقولوا غادي نديروا بها حاجه اخرى ولا شي حاجه، نتكلفوا لنا بالعمليه نديروها. نعم. كذلك في الكواليس قبل ما نبداو نصوروا معك وتعاودي لنا القصه ديال سي جمال، تاثرتي لدرجه انك ما بغيتيش تواجهي مع الكاميرا، ولا انك تقولي انه خاصني 15 المليون على قبل الصحه ديال راجلي؟ يعني الصحه ديال راجلك اللي كان كيقولتي لي مصدر الرزق ديال العائله، وكذلك اللي كنقول هو السور ديال الدار كامله، ما قدرتيش تقولي انه خاصو على قبل صحته، علاش كنتي متاثره وكتبكي؟ واش غادي نقول لك؟ ما قدرتش وصافي. انا دابا هذا السحاب اللي غادي نطلبوه على حساب الفلوس، وحنا تنطلبوا هي العمليه، ما عندنا زعما داكشي اللي تكلفنا بالعمليه نديروا هي العمليه، يدير هي العمليه ويولي لاباس، هادشي اللي كنطلبوا. نعم. انتيا الان خايفه فقط على الصحه ديال راجلك؟ هو كلشي، هو اللي خدام علينا، هو اللي واقف، هو اللي كلشي، واش شكون غادي يخدم عليك؟ جوج البنيات عندي. ايوا هادشي اللي عطى الله. نعم. يعني دابا انت ان شاء الله كنتمناو انا سي جمال يرجع للصحه ديالو القديمه، مازال عندك امل ان شاء الله. ايوا نطلبوا الله والمحسنين يعاونونا، هادشي اللي تنطلبوا، تنطلبوا الله والمحسنين والله يوقف معانا.
تبارك الله. شنو سميتك بعدا؟ سميتني قمر. قمر تبارك الله، سميه زوينه. وانت كذلك قمر كنتي الزوجه الصالحه، يعني راجلك منين مرض هذه 3 سنين وانت معاه وكتقاومي معاه وكتمشي معاه للاطباء والسبيطارات ومازال وطاح في الفراش ومازال مقاومه معاه. ضروري واش غادي ديري؟ ضروري راه بنادم هو اللي خدام عليك، هو اللي تيجري ويسبك وكدير، غادي تسمحي فيه؟ ما غاديش تسمحي فيه. هادشي اللي كنشوفو في عينيك الدموع. اش عندي والله ما تبكيش اجيش. اذا ما كنشوفو لحظات مؤثره ديال الزوجه اللي ما بغا الا الصحه ديال راجلها ترجع كيف ما كانت شحال هادي. ف ان شاء الله غادي يولي بصحه جيده. هذا نداء القلوب الرحيمه، نداء الناس اللي كيبغيو الخير لخوتهم. الصحه ديال الانسان هي اعز ما عنده، هي اغلى ما عنده. ماشي الدار، ماشي الطوموبيلات كيف ما قالت قمر. كنشوفوا بكاء ودموع ديال الزوجه الصالحه، الزوجه اللي كتبغي الزوج ديالها وباغاه يرجع كيف ما كان شحال هذه لوليداته. فما تبكيش، ما تبكيش. علاش كتبكي؟ علاش كتبكي قمر؟ شنو تبغي تقول باش نختم؟ نطلب الله والمحسنين يعاونونا ويديروا العمليه، يعاونونا نديروا هذه العمليه بعدا ويشوفوا شنو كاين. راه العمليه قالوا لنا العمليه هي كل شيء. ايوا هادشي اللي عطل. نعم. إذا باش ما نضغطوش أكثر على السيدة قمر اللي حنا في قلب البيت ديالها، نداء غادي نوريكم الوريقات وغنوريكم كذلك داكشي اللي عطاهم. فرقم الهاتف ديال العائلة ديال سي جمال وسي جمال اللي بغى يتواصل معاهم. شكرا لكم مشاهدينا الكرام وإلى اللقاء.